السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. غنحاول من خلاله ندوي على التجربة الشخصية بالنسبة لفي منتجات الحقيقية أو products، ماشي digital products، physical products، يعني شي حاجة اللي ملموسة، أي برودوي اللي ملموس، منتج ملموس. بالنسبة لي أنا قد حاولت واحد التجربة أنني نبيع في اتسي. اتسي اللي هو واحد سيت ويب اللي معروف بزاف، اللي كيبيعو فيه اي منتج، اللي يمكن من خلاله تحقق ارباح كثيرة. اول تجربة ليا خلقت الحساب ديالي في اتسي، كونكتيتو مع الكونت ديالي، قطعو منو واحد 30 درهم باش غتحبو انو فابور. نحاول نتغاد معكم درجة بدرجة باش كلشي يفهم بالضبط، حيت الناس بزاف كيسحبوا اي حاجة غير كتدخل لها كيكون الربح عندك 100%. فبالعكس خصك ديما الحذر ديالك وتسول على التجارب اللي صابت واللي خابت باش تكون عندك فكرة شاملة وكاملة. المهم باش مطولش عليكم، نعطيكم صلب الموضوع. كما قلت لكم حليت الحساب ديالي في ايتسي بطريقة عادية، مكاين حتى مشكل. باش كنليستي في لي بروداكت ديالي اللي كاينين فيه، بيان سور كيما قلت لكم عندي فيزيكال بروداكتس، اي واحد المنتجات مادية ملموسة. ليستي لي برودوي باش تفهمو بالضبط ان اتسي راه ميخدمش معاك بالمجان. فكتليستي تقريبا حد 30 برودوي، ملي كديك لي برودوي ديالك المنتجات كتليستيهم او تخدم الصور ديالهم وتحطهم، كتبدا تسنى باش تبيع. ياخد واحد المدة انك ما كديرش قصة بيبليسيتي، تحاول تبيعهم بطريقة عادية. اتسي ما كانوش قصة باش تقدر يكون عندك مبيعات اكثر، او تكون عندك الصفحة الاولى مبيعات ديالك باش يكونوا بين المنتجات ديالك بالنسبة للناس اشخاص كاملين، مش ممكن لك تبيع. انت ما غاديش بيبليسيتي اذا كانت غاتجيك غالية، واخا ما عرفتش البرودوي ديالك واش تمشى ما تمشاوش، وغاتشاريهم عشان عندك المنافسة. بالنسبة لي انا حاولت تخدم فداكشي ديال زونتيك، اي شي حوايج لي قديم ولا لي كولكتيبل، شي حاجة كتكون كتجمع، فهمتي؟ بحال مثلا لي كارت ديال بوكيمون ولا غيرها. المهم قربت لكم شوية الفكرة باش تفهموا. حاولت ندير لي برودوي ديالي، درتهم باش يتباعو، كلشي غادي مزيان، باقا ما بعت حتى حاجة. دازت تقريبا واحد المدة ديال 2 شهر، بعت اول برودوي ديالي، صيفطتو، جاتني واحد المبيعة في امريكا. المشكل اللي وقع ليا هو ان لقيتها اللي زادت المبيعه ما دشاش فيها، تقريبا دار السلعه شي يومين. انا لقيتها كنت مريض، ما قدرتش باش نصيفطها سير بلاس. مشيت من بعد لا بوست، ديت معايا هذاك البرودوي عبرو، خاط المقاسات ديالو كشي كامل، خلصت عليه تقريبا شي 210 درهم. لو برودوي كان تباع تقريبا في اتسي بشي 900 درهم، بون 90 دولار. حيد الارباح ديالهم هما، حيت كل حاجه كيدير في الارباح ديالهم من غير الليستين، كيربحو معاك بجوج مراحل في الليستين وعاده في البرودكتس، يعني كيربحو معاك بجوج مراحل باش تكونوا فاهمين بالضبط. المهم صيفط لي برودوي ديالي، اش كان اللي وقع انه في نفس اليوم صيفطت لي برودوي، صيفطو مثلا اليوم في الصباح مع ديك العشرة، خدت الروستو ديالي صيفطو للسيد اللي دار لاشا، ان اوتوماتيكمون مكتو عندك شي اشا في اتسي، كيوك صيفط للسيد لاشا ديالو انه كيكون خالص، لان اتسي تكون هي الانترميديير ديال هداك لا ترانزاكسيون ديال الفلوس. صيفط للسيد لا بيس وخلص عليها 210 درهم في لابوست، وكاين في الاخير كنلقى الصدمة، وهي ان لو كونت ديالي سيسبوندا في الليل، يعني في نفس النهار صيفطت فيه لو برودوي. المشكل اللي وقع انه بلوزيغ ريكلاماسيون بوغ ريكيبيغي باش نرجع هداك الحساب ديالي، اوتوماتيكمون هما عندهم في لاشاغ ديالهم اون فوا كيمشي لك لو كونت ديالك في اتسي ما عرفش حق طالب به نهائيا، قليل كيرجعو ليهم، ولكن الاغلبيه ما كيرجعوش ليهم، وقتها في الدول العربيه والافريقيه او غيرها ما كيرجعوش ليهم.
كيتسناو ابسط اشياء باش يحاولوا يسدوك لو كونت ديالك. واش انا خدام الاغلبيه داكشي روبوتيك، ما خدامش انسان كدوي معاه تبقى تشرح ليه شي حاجه، كدوي معاه واحد الاله شي مره ما كيتسوقش لك. المهم الفائده، سسبوند الكونت يعني صيفط لا بيس، دعس في لا بيس ودعس في الثمن ديال التصيفط ديالها ومشى ليه لو كونت. فبزاف المشاكل تقعد، حاولت تكونتاكت مع السيبور ديالهم والو. المشكل اللي كاين تاني في اتسي بحال هكا، عطيوك وان تشانس تجربة وحدة ما تفوتهاش. يعني ملي كتسيسبوند لو كونت كتكون بيان سور داخل بسميتك وكنيتك وكشي كامل، كتسيرتي بيان سور لاكارت ناسيونال ديالك، لو كونت ديالك مجبيه، وكشي كلشي خاص يكون ريال، خاص يكون ديزانفورماسيون حقيقية، لأن النهار اللي كيبغيو ديزانفورماسيون تكون مغلوطين يقدرو تيسبوندو الكونت ديالك. ولا شي مرة كانت شي سسبونسيون بروفيزوار ديال الكونت ديالك وسيرتان ديزانفورماسيون بيرسونال باش تأكدو أنك نتا لا ميم بيرسون باش يقدرو عاود يحلولك. فممكن من الأحسن متحاولش تغمق عليهم، حيت النهار اللي وقع فيهم مشكل تبغي ترجع للكونت ديالك سسبوندو ولا شي حاجة بروفيزوار مغاودش يرجعولك، حيت نتا كاذب عليهم في ديزانفورماسيون بيرسونال. المهم باش نكملو، هذا تقريبا واحد التجربة اللي وقعت كما قلت لكم، دي ماشي ديجيتال برودكتس. المشكل اللي كاين هو انه عندهم ماكشي شوية قاصح، من ناحيتاش ممنوع تاخد مثلا صورة تاع نفس البخود عند واحد اخر وخا تكون عندك نفسه وتحطها، ممنوع تاخد ميم تيتخ، ممنوع تاخد ميم ديسكريبسيون داكشي واحد اخر وتحطها عندك. هادشي كلشي تقدر تدخل في اطار ان ديك لو سيسبوند يحبسوا لك لو كونت ديالك، يعني عندك شي تقريبا معقد بزاف تري سونسيبل، وداك الشيء خدام بالروبو وداك الشيء كامل، فاي حاجه اي غلط درتيه صغير كان قادر يقطع لك. قلت زعما واش لوك واش انا هو الوحيد اللي وقع لي المشكل؟ كندخل في يوتيوب كنلقى ناس في امريكا اللي كانوا خدام معاهم تقريبا كي شيفري معاهم 40 مليون حبسوا لهم لو كونت ديالهم. ولا قلت لكم عجيب في الامر هو انه الناس كانوا خدامين معاهم والتيسبوند ديال الكونت ديالهم ناس اللي داروا واحد لا برودكسيون وادر ان كون فينانسمون ديال البروجي ديالهم، كانوا خدامين معاهم مزيان ترونكيل عوام. تجي واحد النهار تيسبوند ديال الكونت وقع لهم بحال اللي وقع ليا سونز اوكين ريبونس ريكلاماسيون ريجيكت، ما كيجاوبوش عليها ما كيعطوكش أهمية. يعني ما تحاولش 100% دير واحد التجارة ديالك في الانترنت في الدومين ديال الانترنت وتسنى تبقى غادا 100% سون فان. يعني واحد النهار عول طوطا طرق عليك واحد المشكل معاهم وكيشدو لك الفلوس ديالك. بحال دابا انا اللي وقع ليا مشات لي 90 دولار كاملة وحفظ لها مشات لي غير 90 دولار، الناس كما قلت لكم مشات لهم 40 مليون. ويمكن اي واحد اللي بغى يسولني في هذه القضيه قلب على الفيديو ديال الامريكي اللي وقعت ليه هذا المشكل وغتفهموا بالضبط شنو وقع لها. هذه كانت كدير شاري اباراي بون، شاري ماكينه ديال الخياطه كبيره كدير اشكال داكشي، المهم الناس ديال الخياطه كيعرفوها، كانت بحال كدير رسومات. واش بقى عليها؟ كانت كترسم شي حوايج شي ومشات دات واحد الودينات بحال الشكل ديال ميكي. فتابعتها ديزني اساس انها كونكوا خارج واحد الشكل تابع ليهم اللي هو تراد مارك ديالهم، فهمتي؟ فبلوكا ولا لو كونت ديالها ومشات ليها 40 مليون مرة دارت كودينات بحال هكاك. ديدا كنتمنى مع عباد الله يردوا البال. بالنسبة للديجيتال برودكتس كنشوف ناس بزاف كيبيعوا ديجيتال برودكتس في اتسي خدام ليهم مزيان، غير هو دائما الا كانت ماتشين ديال البرودكت ديالك مع ديال واحد اخر ديجا قديم تقدر تسبون داك الكونت ديالك. الا درتي شي حاجه بحال شي واحد اخر ديجا كاين تقدر تسبون داك الكونت ديالك. الا خدتي شي حاجه قريبه لواحد براد ماركس شي ماركه معروفه اديداس هادي تقدر تسبون داك الكونت ديالك. يعني اونتر بارونتيز انت في الرحمه ديالهم في اي وقيته تقدر تسبون داك الكونت ديالك وما عندكش حق تريكلامي، ما عندكش حق انك تسول، ما عندكش حق انك تريكوبيري الفلوس ديالك. يعني انت تحت الرحمه ديالهم هادشي اللي كاين. اوكي ما تنساوش تضغطوا على لايك
باش تشجعونا نعطيكم تجارب اخرى ونعطيكم زانفورماسيون اخرى الناس اللي بغا يستافدوا. ديروا تشير باش واحد اخر يستافد قبل ما ينقز يبغي يدخل ايتسي وما يعرفش فين يحط رجليه. وبيان سور يكون خير حتى الاكسبيرينس ديال الناس الاخرين باش مابقاش يشوف غير الناس اللي ناجحين، شوف الناس اللي ما نجحوش وعلاش ما نجحوش، تكون عنده واحد اكسبيريونس باش يفهم بالضبط اشنو كاين. والناس اللي ناجحين دابا نيس راه تاهم واحد النهار يقدر تدير لو كونت ديالهم، وقتها ماشي ما ناجحينش، لا كانوا ناجحين كيدخل فلوس ولكن متسبوندالي من الكونت، يقدر يمشيو ليهم في ساسهم كاملين باش تعرفوا تردوا البال ان الفلوس ديالكم راهم بقاو اون ترانزاكسيون هذاك الناس. حتى واحد النهار كيصيفطوهم لك، تقدر تصيفطوهم، تقدر تسبوند الكونت وما تصيفطوك حتى حاجه. اون فوا تسبوند الكونت ديالك راه مشاو لك فلوس، ما تبقاش تريكوبيري، ممنوع تقلب عليهم، ممنوع تسول فيهم، وما عندكش حق تحل لو كونت بسميتك المره الجايه. كما قلت لكم ما تنساوش ديروا لايك، شجعونا عندكم ديما تجارب اللي كاينه في السوق عامه، تكون عندكم واحد الفكره موازيه افكار غير ديال النجاح، تعرفوا افكار ديال النجاح كيفاش قدرتوا تبقاو ناجحين واحد المده اطول، وتعرفوا ان الشوش اللي في المعلومات ولا في المجال البيع والشراء اي كوميرس راه ماشي في 100% كيبقى دائم واحد المده زمنيه طويله. ديما بلاد يحاول اون باراليل بصيغه موازيه يكون عنده واحد كوميرس في المحل وعاد يكون عنده كوميرس في الاي كوميرس اي في الانترنت. شاركوا القناه باش تكون كثير باش تستافد الناس بزاف يستافدوا من هذه المعلومات. الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله مع فيديو قادم.